السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنستكمل الرصيد الافتتاحي للأصناف. طبعا كنا احنا آخر مرة قلنا إن احنا بنيجي نضغط على كود الصنف يحول لي اسم الصنف تلقائي هنا. طيب اسم الصنف هنا لازم نخش الأول نعرف الأصناف موجودة في الدي اف الأصناف ايه. طبعا الكود ده ناقص، البيانات بتاعته ناقص، هنشيله كده، شيلناه. يبقى احنا كده الكود والنيم، الكود اهو وادي النيم. احنا هنا عايزين نستدعي ازاي؟ يعني انا عايز اكتب كود هو يشوفه الاستعلام رقم 7. هننزل اول حاجتين اللي هي كود والنيم، اول حاجتين الكود والنيم، واصبح كده خد معانا كويري 7، خد معانا كويري 7 وهنسيفه كويري 7. طيب احنا هنا دلوقتي عايزين نعمل عملية استعلام لكل اللي احنا كتبناه. يعني مثلا لو عملنا 150 ادوس انتر يجيب لي اسم الصنف. يتعمل ازاي؟ هنعمل يعني هنعمل كود اسمه دي لوك اب من دون شرط. هنستخدمه معانا، هنستخدم الدي لوك اب. دي لوك اب يعني انظر الى اعلى حاجه في الجدول الموجود في الحقل داخل جدول معين. انظر الى اعلى الجدول داخل حقل معين في جدول معين. هننظر احنا فين بقى؟ في الكويري 7. طب كويري 7 المفروض نعمل له عمليه تصفيه. يعني ايه تصفيه؟ يعني احنا عايزين نصفيه، يعني مش ما لو جبنا اعلى حاجه هيجيب لي مين؟ اسطوانات الغاز. لو احنا عملنا 150 شايفها هو اول حاجه فين؟ اسطوانات غاز. يبقى اصبح الكود غلط، اسطوانات الغاز دي الكود بتاعها 45 45. وازاي اللي هو يظهر لي الاعلى هيكتب لي حاجه غلط؟ لا، احنا هنعمل تصفيه ويقول لي شوف لي الكلام اللي هيتكتب هنا صفهولي. طب موجود فين الكلام اللي هنا؟ موجود في النيجاتيف ده فورم، نيجاتيف فورم. اخش هنا على اللاود فيو عشان نعرف اسم الكود ده، اسم الخلايا، اسم الجزء ده اسمه ايه. هنا هنعرف دلوقتي اسمه تكست 0، موجود في النيجاتيف فورم تكست 0، بس لازم نخليها مفتوحه على هذا الوضع. هنخش هنا على فورم 7 ونحدد الجزء ده، ونخش على الديزاين، ونخش على بيلدر اللي هي العصا السحريه، ونخش هنا الملفات المفتوحه. هي دي الملفات المفتوحه، هنخش عليها اهو فاديشن نيجاتيف، وهندور بقى على التكست 0. طبعا هنا نيجاتيف، هنخش من داخل نيجاتيف فورم 13 تكست 0، ادي اللي هو العنوان الايه الطويل. هناخد هذا العنوان، يبقى اصبح هو كده هيشوف كل كلمه كبيره ولا صغيره داخل تكست 0. التكست 0 اللي احنا حددناها اللي هي دي، تكست دي تكست 0 هي هيشوفها هنا في الكريتيريا. هنعمل لاسك بهذا الكود، يبقى الكود لازم كله يتحط بهذا الشكل، مش هتحط ولا لايك ولا اي حاجه ولا نجمه ولا الكلام ده، هيشوف الكود بالظبط بالحرف. يبقى اصبح كده الكوري 7 مش هيشوف، يعني مثلا هنا 150 مش موجود كده، الكوري 7 مش هيشوف حاجه الا اللي اتكتب فقط لا غير. اللي اتكتب 150 هيكتب هنا 150، هشوف اللي جنبه ايه. تعالى كده نشوف هنا في الاكواد في كود اسمه 55. 55 ده يعني شنطه حريمي. هنشوفها كده هيفتح معانا ايه بالظبط. نيجاتيف فورم في الجرد المخزن الحالي لغه الرصيد الافتتاحيه 55، ونيجي نقف هنا في الجزء ده ونفتح الفورم ساعه كل سبعة. ايوه هو كده شاف لي ال 55 زيها بالظبط عنده في الكود. احنا بقى هنسلط الضوء على دي، هناخد الداتا اللي هنا هننقلها فين؟ هننقلها في الجزء ده.
طب امتى الخاصية دي، امتى الكود ده يتنفذ؟ بعد التحديث، بعد التحديث او بعد انتقال من المكان ده الى المكان ده. طب دي نعملها ازاي بقى؟ هنخش تاني على اللي هو لود فيو، ونقف هنا في الحته دي ونقول له هنا بعد التحديث، بعد افتر ابديت، بعد التحديث يعني بعد الانتقال، او خلاص دخلت كل البيانات ومفيش تعديل، دخلت في السجل الاخر، هيعمل هذا اللي ايه؟ هتقول لي بقى دي لوك اب، يعني هات لي اعلى قيمه موجوده فين؟ في الكويري 7. طيب فتحنا الكويري 7 اهو في الديزاين، هناخد ده ولا ده؟ لا هناخد النيم بقى، خلاص ما ده الكود اهو، خلاص احنا عارفينه، هناخد النيم. يبقى هنا شوف لي الكلام اللي هتكتب في النيم بس، خلاص يبقى احنا كده هناخد هذا ايه؟ الخاصيه. قول ايه تاني؟ قال لي يساوي ده، يعني دوت ده هنا، او نعرف الاول المسمى بتاعه ديزاين، ونخش هنا تكست 3. يبقى الكود هيقول ايه بعد التحديث؟ هيقول له النبي خليني مي، يعني حاجه عندي في نفس المكان اللي واقف فيه، دوت تكست 3 يعني هنا مي يعني المكان اللي انا فيه، دوت تكست 3 يعني خلي القطار ده يساوي، بس يساوي المعادله دي، هات لي يساوي اعلى قيمه، يعني مي دوت تكست 3 اللي هو ده يساوي اعلى قيمه موجود في خليه باسم ان ايه، اللي هو النيم يعني الاختصار، يعني داخل جدول او استعلام، يعني دي تمشي مع الجداول وتمشي مع الاستعلام. بما ان هنا مفيش جدول بنفس المسمى، فهو يربط على طول المستعلم. هناخد بقى الكلام ده كله ونيجي هنا، هنقف بعد التحديث مباشرة، افتر ابديت، بعد التحديث مباشرة افتر ابديت، انسك هذا الكود، كود في كود بيلدر. هنخش هنا على وضع الديزاين، ماشي احنا كده هنوصل لفورم 13. افتر ابديت دي بقى العلامه المفروض ما تحطش في الفيجوال بيزك، دي بتتحط في حاجه ثانيه هبقى اقول لك عليها في الكنترول سورس، هبقى اقول لك عليها في الكنترول سورس. لكن دي العلامه دي هتتغير، هتبقى عند حرف الواو في الكيبورد اللي هي العلامه دي، ماشي. خش الاول احنا نيجاتيف فورم، وهنخش جد اضافه هنا اضافه الاصناف والرصيد الافتتاحي، جرد المخزن اضافه رقم مجموعه، هو فين جرد المخزن الحالي اضافه الرصيد الافتتاحيه، هنكتب مثلا 55 انتر. ظهرت معانا ايه؟ شنطه حريمي. بس ايه المشكله بقى؟ المشكله ان انت ممكن تلعب في المسمى، احنا عايزين نلغي الكلام ده، نعمل ايه الحل؟ ايه الحل يا سيدي؟ اللي احنا هنعمل يعني، طب اقول لك على حاجه، ما هنخليها برضو علشان احنا ممكن نكتب اسم الصنف ويفتح لي هنا المقترحات موجوده داخل المكان، وساعتها هنعمل اختيار هيجيب لي هنا كود الصنف واسم الصنف، هنخليها ماشي. طب الوحده خلاص بقى، يعني هو ممكن ناخدها من نفس المكان اللي هو كويري 7، هننزل الوحده W، بس يبقى WA بتساوي ايه؟ بتساوي بتساوي التكست 5. يبقى بعد التحديث هناخد نسخة من ديت من داخل الكود بيلدر، هناخد نسخة من دي بالظبط، هنعدل فيها حاجات بسيطة جدا جدا جدا، وهي بنقول تكست 5 بتساوي الوحدة WA، وحدة
بص تعالى نشوفها كده هيدينا ايه. في حاجة مش مظبوطة، تعال يا دي مش مظبوطة يا المسمى الموجود هنا مش مظبوط. هنا وحدة دبليو اي مش دبليو اتش. انتر جاب لي واحدة. طبعا الكمية دي انت ده عملية ادخالية وده ادخالية والرف برضه ادخالية. طيب هنا الكميات احنا عايزين نميز الكمية دي باللون الاصفر عشان نعرف ان ده ادخالات، ده ادخالات اللي هو الكمية دي هنميزها باللون الاصفر ماشي عشان ده عندها. هنا هيبقى قائمة منسدلة، قائمة منسدلة هذه القايمة كومبو بوكس هنحدد المخزن من خلاله. طبعا احنا لازم نكون احنا عملنا المخازن، دي المخازن اضافة المخازن اضافة الاصناف رف جرد المخزن الحالي مجموعة الاصناف اي الجزء ده اسم المخزن، مخزن يعني مثلا ايه مخزن، مخزن الذخيرة مثلا او الاسلحة، مخزن الاسلحة وده من الجوفر. طب هنا بقى المخازن فين؟ هنا فرعي هنا، ايوه ده المخازن، هي دي كده جزء المخازن. يبقى هنا رئيسي فرعي ومخزن الاسلحة. هنا بقى الجزء ده هيتنقل فين؟ ككومبو بوكس. طبعا الكلام ده في تيبل اتنين، ده هيتنقل في كومبو بوكس داخل المخازن يعني. تعال نشوف كده نحلها ازاي، نعملها ازاي. هخش هنا على فورم 13 وهنخش على الديزاين ونقول له هنا نفتح، هنوقف عند الكومبو بوكس دي ونختار بوت شيت بوت شيت، ونيجي هنا عند رو سورس مش كنترول سورس، لا رو سورس رو سورس، ونيجي هنا ونشوف عند الثلاث نقط دي نجيب التيبل اتنين، كل اللي هناخده هناخد هنا اللي هو تيبل واحد ونتاكد ان المعلومه ايوه كده مظبوط. نرجع تاني وخلاص احنا كده ايه اللي هيظهر معانا هنا الايه اسماء المخازن في كومبو بوكس. هنشوفها كده مع بعض اهو، هنخش هنا الجرد المخازن اضافه للرصيد الافتتاحيه اهي ظهرت معانا الكلام ده. يبقى اصبح 55 دوس انتر الكميه 13 تمام، وحددنا مثلا المخزن ايه الفرع الاسلحه مخزن الاسلحه. شفت بقى هو بيضحك على مش عارف يكتب الحروف. يبقى احنا كده مخزن اسلحه ورف. هنا بقى هنعمل حاجه مهمه قوي قوي، هنعمل برضه كوم بوكس ويجيب له الحاجات الارفف الخاصه بالمخزن، الارفف الخاصه بالمخزن وهنعرف هي بتعمل معانا ازاي. هنخش هنا برضو مرة أخرى على فورم 13 ونعمل هنا الكومبو بوكس مرة أخرى، كومبو بوكس ونيجي هنا عند التيبل الايه الأول. احنا هنا رئيسي واخد رف واحد وفرعي واخد رف اتنين وتلاتة وأربعة. احنا هنا هنعمل ايه حركة مهمة أوي أوي، هنعمل كرييت مرة أخرى ونخش هنا على الاستعلام، الاستعلام وهننزل معانا تيبل 1 وهنزل لازم تنزل بقى المره دي الاثنين دول. اصبح كده الاستعلام نزل لي الاثنين دول. هنيجي هنا هنقول له هنا شوف لي المخزن انهي مخزن متحدد، انهي مخزن متحدد. طبعا نخش تاني على النيجاتيف فورم، نيجاتيف فورم في جارد المخزن، وهنا شوف لي المخزن اللي اتحدد هنا، شوف لي المخزن اللي اتحدد هنا. طب ده عنوانه ايه ونوصل له ازاي؟ نفس اللي احنا وصلناه قبل كده، هنخش على اللاود فيو ونقف عليه. اهم حاجه لازم نقف فيها عشان نعرف ايه المسمى. يبقى اصبح تكست 9
تكس 9 دي هنرفعها ونخلي كده الشاشه مفتوحه على هذا الوضع، والفيو نفس الكلام. هنخش هنا على الكويري 8 وهنعمل الكريتيريا الاتي، هنخش على وضع الديزاين، ونخش على وضع الديزاين ونيجي هنا على الكريتيريا ونقف عليها ونقول له بقى تعالى بقى. يبقى هنخش على بيردر وهنشوف ان الحاجات المفتوحه دلوقتي او ده المفتوح الوحيد ماشي. هنخش على الفورم 13 هو مفتوح، يبقى اصبح هنا ايه كوير التكست. احنا كنا قولين 9 باني تكست 9، هنشوف كده متاكد من 9 ولا لا. تكست مظبوط، تكست 9. بس احنا كده ايه سجلنا الكريتيريا دي، احنا كده سجلنا الكويري 8 خلاص. هنيجي هنا بقى هناخد كويري 8 بس مش هناخد فيلد 2، هناخد فيلد 1 عشان يجيب لي الرفوف، يجيب لي الرفوف. هنيجي هنا الكنترول ريسورس ريسورس، وهنا هنخش على الكويري 8، ومش لازم ننزل، مش لازم ننزل ديت، هنزل الاولانيه بس خلاص، ونسجل وهنشوف هذا التقرير. سيف هنسيف ونخش مرة أخرى نيجي للفرن ونجيب المخزن الحالي وإضافة المخزن. هنا لو حددنا مثلا 55 وندوس إنتر ونكتب مثلا عدد 3، حددنا المخزن مخزن رئيسي. أيوه هيجيب لي هو الملف الرف الأولاني فقط. لو إحنا حددنا المخزن الفرعي هيجيب لي الأرفف الأخرى. هنا لازم نعمل عملية تحديث، لازم نعمل عملية ريفريش. نعملها بقى إزاي؟ هنعمل ريفريش حالا دلوقتي. هنخش هنا على الفورم 13، هنعمل بس تحديث مؤقت، بعد كده هنعمل لك فكره اللي هو يحدث نفسه بنفسه تحديث. ونيجي هنا اهو هنعرف الاول تكست 11، تكست 11 هنيجي عند الضغط عليها مي دوت تكست 11 دوت ريكويري، بس هي حاجه مؤقته كده لحد ما اخليها لك تعمل تلقائي بدون ان انت بدون ايه بدون ما انت تضغط عليها. هنيجي هنا اضافه الجرد ونخش على وكذا 55 اهو، الكميه اللي هتضاف 3، المخزن الواحد احنا اتفقنا خلاص اللي هو بقى رف واحد، المخزن الفرعي مكتوب واحد اي نعم، لكن لما نيجي ندوس عليه تحديث هيجيب لي الايه الارفف المظبوطه. هنا نفس الكلام مخزن اسلحه ما فيش ولا رف، هندوس تحديث مش هيديني ولا رف. بس احنا ان شاء الله في الحلقه الجايه هنحاول نخليها اللي هي تتحجز بنفسها بنفسها بعد ما ايه بعد ما نضغط على التحديد المخزن. الحلقه الجايه شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.